تنفذ لجنة مكافحة التستر بالغرفة التجارية في جازان وبالتعاون مع جامعة جازان وبنك التنمية الاجتماعية ورشة عمل عن آليات الاستفادة من برامج الدعم الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في مكافحة التستر التجاري. وللتعريف بهذه الورشة وعقوبات التستر التجاري والمحاور التي سيتم تناولها في هذه الورشة ينضم إلينا مراسل إخبارية من جازان الزميل أسامة معين. أسامة أهلا بك معي في هذه الساعة، حدثنا عن جوانب هذه الورشة وأيضا العقوبات التي تترتب على التستر التجاري وأيضا القطاعات التي تشارك في هذه الورشة. أهلا وسهلا بكم جميعا، أهلا وسهلا بك زميلي سالم. اليوم بكل أمانة شيء يدعو للفخر أن نرى هذا الوعي المجتمعي الكبير جدا بأهمية الوعي بخطورة التستر التجاري. طبعا النظام لم يترك أي مادة إطلاقا إلا وشرحها شرحا كاملا ووضحها توضيحا مبينا بكل أمانة. من باب المسؤولية الوطنية والتجارية أيضا لدى المؤسسات، عملت غرفة جازان على عمل بعض الشراكات وبعض أيضا الشراكات المجتمعية الكبيرة جدا مع أكبر جهات المجتمع، مع جامعة جازان وأيضا مع بنك التنمية الاجتماعية. اليوم في هذه الورشة التي تركز على أهمية الوعي بخطورة التستر التجاري ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مكافحة التستر، هنا من غرفة جازان ننقل لكم هذا الحدث الذي برأيي يعتبر حدث كبير جدا ومهم في ظل التطور التجاري الكبير جدا في وطننا، والذي يأتي دعما ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في دعم هذا الجيل وتدعيمه بشكل كبير جدا. دعوني أرحب وإياكم بالأستاذ سعود الغزواني نائب رئيس الغرفة التجارية بجازان للحديث أكثر عن هذه التفاصيل وأيضا للحديث عن تفاصيل ودور الغرفة التجارية في مكافحة التستر. أهلا وسهلا بك أستاذ سعود. حياك الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أرحب بقناة الأخبارية معنا في هذا الحدث، في هذه الفعالية المهمة التي هي جزء من فعاليات غرفة جازان المشاركة في تنمية الوطن والمواطن، وهذا واجبنا في كل الأحوال. من باب مسؤوليتكم الاجتماعية كذلك هذه المسؤولية الإعلامية في تغطية مثل هذا الحدث، ودعني أسألك سؤال مهم جدا، ما هو دور الغرفة التجارية في التوعية بمكافحة التستر التجاري، وما هي أعمال الغرفة التجارية في مكافحة التستر التجاري في جميع أنحاء المنطقة؟ غرفة جازان خطط خطوات الحقيقة، وفقنا في غرفة جازان للمشاركة المجتمعية في عدة مجالات، ولا نهضم حقوق الزملاء الذين يعني سبقونا في الغرفة، من مات رحمه الله ومن بقي على الحياة وفقه الله. ربما يكون احنا في هذا المجلس وفقنا انه في هناك الان أنظمة تساعد وتؤيد لمن يريد ان يعمل ويحد من التستر، وايضا ينمي مواهب الشباب. عندنا الان فعاليات كثيرة، عندنا محاضرات، عندنا لقاءات، هناك ايضا اجتماعات دورية مع عدة جهات، مع جامعة جازان وكل الجهات المسؤولة في المنطقة، وكل ذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده ومتابعة ومساندة من سمو سيدي أمير المنطقة وسمو سيدي نائبه وفقهم الله. وبمناسبة ذكرك للشراكة بين جامعة جازان وبنك التنمية الاجتماعية، هل هذه الشراكة معتمدة فقط على هذا البرنامج الذي نشهده اليوم، أم هذه الشراكة يعني مستمرة لدعم عدد من المواضيع وأيضا لسد الفراغ مثلا الاجتماعي بين هذه الفئات وتكوين عصبة قوية جدا مهتمة ولديها المعرفة العالية جدا بمثل هذه الأدلة النظامية؟ شراكة غرفة جازان لا تتوقف على جهة معينة، بل هي مع كل الجهات الحكومية والاجتماعية بكل شرائح المجتمع. ويعني من ضمن الأشياء المهمة ربما يكون أيضا وجود مكتب للخارجية في منطقة جازان، وهذا كان كثير من المواطنين يعانون من التصديق إلى أوراقهم الرسمية من جهات أخرى بعيدة عن منطقة جازان. من ضمن الأشياء أيضا المهمة أعتقد اللي وفرها فريق العمل أو مجلس الإدارة لهذه الفترة هو موضوع التأشيرات الخارجية، أيضا وفرت، وهناك برامج كثيرة الآن عندنا، أعتقد الآن
معهد سينشأ ستقام فيه دورات معتمدة وفيها من المزايا المهمة للشباب والتأهيل اللي قد يكون لا يحصل عليه أو لا يحوز عليه إلا الجامعات والمعاهد المتمكنة. صحح تجارتك، ما مدى وعي الجهات الحكومية والخاصة بهذا المصطلح ومدى تجاوبها مع الغرفة التجارية في تصحيح التجارة وكذلك أيضا مكافحة التستر التجاري بجميع أنواعه في جميع المنشآت؟ طبعا كل الجهات واعية وكل المسؤولين واعين لما يقومون فيه وما نقوم فيه، وما نحن إلا جزء في غرفة جازان من هذه الإدارات التي يعني لها وعليها واجبات في هذا المجال وغيره. شكرا لك أستاذ سعود. أخيرا، ما هو دور غرفة جازان أو ما هي البرامج القادمة التي قد تقيمها الغرفة التجارية المجتمعية لخدمة مثل هذه البرامج وأيضا لمكافحة مثل هذه الأمور الشائعة؟ الآمال كبيرة وكثيرة وبحول الله وقدرة به أن تتحقق. مجلس الإدارة القائم الآن على وشك الانتهاء، لعل يعني من يوفق المواصلة يكون مؤهل لأكثر من هذا العمل الإيجابي، وإن لم يوفق الأعضاء مجلس الإدارة الحاليين فهناك من سيقوم ويقود الركب بحول الله وقدرته. شكرا لك أستاذ سعود، شرفتنا اليوم في القناة الإخبارية. من هنا نقلت لكم هذه التغطية الحية المباشرة. بكل أمانة جهود غرفة جازان لا تنتهي، جهود كبيرة جدا على المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى المسؤولية الكبيرة جدا للغرفة التجارية. آمل أن تكون هذه التغطية قد وضحت أشياء كثيرة جدا، وانتقالا إليك زميلي سالم. شكرا لك مراسل إخباري من جازان أسامة معيني، شكرا جزيلا.